حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. مديرية في شبوة تعلن يوم تحررها من ميليشيا الحوثي ذكرى سنوية. الموقع بوست يتساءل هل تحول التحالف العربي إلى عبء على القضية اليمنية؟ ومن أخبارنا المنوعة لباس مدرسي في الصين لمكافحة الهرب من المدرسة. أهلا بكم. القتل والتشريد وتفجير المنازل وتفخيخ الأرض بالألغام كلها أمور جعلت التحرر من ميليشيات الحوثي ضرورة، حيث تحتفي المناطق التي تحررت من ميليشيا الحوثي ويصبح يوم هزيمتها وخروجها ذكرى تاريخية، وفي شبوة احتفالات. وفقا لموقع المصدر أونلاين، مهرجان حاشد في الذكرى السنوية الأولى لتحرير مديرية بيحان من الحوثيين. وقال الموقع إن أبناء محافظة شبوة احتفلوا بالذكرى الأولى لتحرير مديرية بيحان شمال غربي المحافظة من مسلحي جماعة الحوثي. وفي الحفل ألقى قائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح الذي قاد معارك تحرير مديريات غرب شبوة وانطلق منها الجيش لتحرير مديريات البيضاء، ألقى كلمة أكد فيها أن الاحتفال لا يعني نهاية المشوار، ولكنه احتفال بتحرير جزء عزيز من وطننا الغالي، ولن نهنأ وتقرر أعيننا إلا بتحرير كل تراب الوطن والقضاء على عصابات الإمامة والكهنوت التي أشعلت الحرب وتريد فرض هيمنتها على اليمنيين بالقوة وإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. من جانبه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو قال إن الحوثيين شنوا حربا شاملة على الوطن كله بعد انقلابهم على كل الاتفاقات والعهود، وكان لمحافظة شبوة نصيبها من الأذى عندما داهمها الانقلابيون بسلاح الدولة المنهوب. هل تحول التحالف العربي إلى عبء على القضية اليمنية؟ يتساءل الموقع بوست في صفحته الرئيسية مؤكدا في أولى فقراته ما قال إنه تحليل خاص للأزمة. إن تطورات الأزمة اليمنية خاصة ما يتعلق بدور التحالف العربي فيها تكشف أن التحالف تحول إلى عبء على القضية اليمنية. وأضاف الموقع أن هذا الدور أصبح يقود البلاد إلى متاهات غامضة من شأنها زيادة تعقيد الأزمة وترسيخ حالة التمزق والتفكك التي تشهدها البلاد. وإذا استمر الوضع على هذه الحال ستكون النتيجة المزيد من الفوضى والحروب الأهلية وتغييب دور الدولة وتهميشها وازدهار دور الجماعات الإرهابية والانفصالية. أخطر مظاهر هذا العبء تتمثل في أن استمرار التحالف العربي في وصايته على اليمن أوجد المبررات لبعض الدول الكبرى بأن تضغط عليه وتوجه مسار المعركة ضد الانقلاب لمسارات أخرى، بما يتوافق مع أهدافها في كيفية رسم ملامح الشرق الأوسط الجديد بعد انتهاء مرحلة الفوضى الخلاقة. وللأحمر اليمني في الآسيوية مكان. تحت هذا العنوان كتب بدر بلعيد مقاله في يمن مونيتور متحدثا عن المنتخب اليمني، وقال الكاتب في جزء من المقال: تسابق منتخبات القارة الآسيوية شرقها وغربها الزمن من أجل الوصول الجاهزية التامة لمنتخباتها في خوض المنافسات وذهب بعيدا في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع يناير المقبل، والتي لأول مرة وصل عددها 24 منتخبا. طبيعي جدا أن نشهد الحضور الفني والقوي للقوى الكروية الآسيوية التقليدية، ولكن يبقى حق المنافسة على كأس آسيا حقا مشروعا لكل منتخباتها. وقد سخرت الاتحادات الرياضية كل مقدراتها وإمكانياتها لمنتخباتها حتى تخرج بمنتخب مقاتل ومؤهل بجهاز فني عال وإدارة واعية تترجم أعمالها ولو بالتأهل للأدوار المتقدمة على الأقل. فيما يخص الأحمر اليمني، رأينا مؤخرا بعض السيناريوهات لإدارة المنتخب الأول في إدارة البرنامج الإعدادي التي لا نتمنى أن تتكرر للأمانة، فالاستقرار النفسي للاعب في فترة الإعداد مطلب مهم جدا، إضافة إلى أن فترة الإعداد يجب أن يكون لها خطة عمل متكاملة من وقت مبكر، ولا مكان للقرارات الارتجالية في مثل هذه البرامج إطلاقا. لكن بالنهاية نحن في توقيت يحتم على الجميع الوقوف مع المنتخب، وذكر ما من شأنه أن يعزز الثقة وليس العكس،
فأتوقف هنا وأقول أن ثقة كبيرة باللاعبين عطفا على ما قدموه سابقا وما سيقدمونه خلال هذه البطولة، و26 مليون يمني يثقون في قدرة وطموح وإمكانات اللاعب اليمني، فهو صخرة صمود، وفي تصوري سيتركون لهم بصمة مشرفة في تاريخ هذه البطولة التي يشاركون بها ولأول مرة، وسيفتحون مزيدا من الآفاق أمام مستقبلهم الشخصي كذلك كلما أبدعوا. دخل اتفاق السويد في مدينة الحديدة حيز التنفيذ بعد وصول الفريق الأممي الذي سيشرف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الحكومية وقوات جماعة الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى جنوب المدينة. وهذا أكثر الموضوعات التي تابعتها المواقع الإخبارية اليمنية، حيث عنوان المشاهد نت: الفريق الأممي يباشر مهامه على الأرض في مدينة الحديدة. يقول الموقع: سيقوم رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال باتريك كاميرز إلى جانب 7 مراقبين آخرين بتنفيذ اتفاق السويد فيما يخص مدينة الحديدة وموانئها. طبقا للموقع، تعد هذه الدفعة الأولى من فريق مراقبي وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي. وطبقا لمصادر سياسية وعسكرية مطلعة، فإن الفوج الطليعي العسكري غير المسلح وصل مدينة الحديدة على أن يتم توسيع البعثة إلى 30 مراقبا بناء على مقترحات مرتقبة لأمين عام الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري. وستعمل المهمة الفورية لهؤلاء المراقبين على إعداد تقرير أسبوعي حول التزام الأطراف بالهدنة وتحديد منصات لرصد خروقات الاتفاق وأدوار ممثلي الأطراف ضمن نظام المراقبة. تتحدث صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأهالي في تعز، وعنونت الصحيفة: تعز 4 سنوات دون كهرباء والماء مرة واحدة كل 50 يوما. وقالت الصحيفة: تتزايد الظروف المعيشية في مدينة تعز اليمنية صعوبة مع استمرار الحرب والحصار الذي يفرضه الحوثيون على المدينة منذ 2015. وعن أوضاع المدينة تقول الأيام: تعيش المدينة بدون كهرباء منذ 4 سنوات، وتبدو تعز خلال ساعات النهار مدينة عادية كغيرها من المدن، إلا أنها تغرق في ظلام دامس ما أن يزدل الستار أو الليل ستارة. وتشهد تعز أزمة مياه خطيرة، حيث كانت قبل الحرب تحصل على المياه مرة واحدة في الشهر، أما اليوم فهي تحصل عليها مرة واحدة كل 50 يوما. وتتفاقم الأزمة مع سيطرة الحوثيين على آبار المياه التي تلبي الاحتياجات المائية للمدينة. أما مدارس المدينة التي تعرف بعاصمة اليمن الثقافية فهي لا تمتلك القدرة على تقديم خدمات تعليمية بسبب عدم امتلاكها المقومات والوسائل الأساسية. درس صرواح ودروس مماثلة أخرى، تحت هذا العنوان كتب فيصل الحذيفي مقاله المنشور في موقع الحرف 28. لا يكمن الخطأ فيما بثته وسائل الإعلام المتحوثة والمتعفشة وهي تقع في جغرافيا الشرعية من كيد وخبث وكراهية فجة للتضحيات وسمو الأهداف، وبدت حوثية أكثر من قناة المسيرة. ولكن الخطأ في بعض قيادات الجيش التي تستهين بدماء الأبطال الشجعان، وهذه الاستهانة ينبغي ألا تمر دون تحقيق، فهي تدل على عدم كفاءة وانعدام الشعور بالمسؤولية. ما حدث من ثغرة في صرواح تكررت بالأمس بتعز بزرع مفخخات بمداخل جبل هان وهو قلعة الأمان لتعز من الحصار، وحوادث مماثلة وقعت على امتداد 3 سنوات مضت. القيادات العسكرية تضع نفسها عند كل ثغرة موضع اتهام لا يقبل الشك، وهو موضع تثبته الأحداث بسبب تجميد الجبهات، متعللة بتدخل قيادة التحالف في قرارها العسكري. وهذه العلة إدانة وجريمة في آن، فكيف تسمح لنفسها كقيادة عسكرية أن يصادر الأجنبي منها الخطط والقرار والتنفيذ؟ لن تمحى هذه الشكوك والإدانات دون إيضاح رسمي لحقيقة نوم الجبهات دون مبرر، وترك الجبهات في كل الأرجاء جراحات نازفة إلى ما لا نهاية. لابد من ممارسة الضغط على قيادة التحالف بتغيير تعاملها مع السلطة الشرعية وقيادة الجيش الوطني على الأرض، ولن يحصل هذا دون مصارحة الشعب اليمني بحقيقة الوضع بكل وضوح.
منعا لفقد الثقة وتآكل الصف الداخلي وإحداث شرخ بين الشعب وقيادته المدنية والعسكرية. هل من عقول تسمع الخطاب احتراما للذات وللشعب وإنجازا للمهام؟ تراقب الصحف الفرنسية مراحل تنفيذ اتفاقية السويد، خاصة الهدنة في الحديدة، لتتحدث صحيفة لوفيغاغو عن كبير مراقبي الأمم المتحدة والذي بدأ مهمته في الحديدة بحسب الصحيفة بزيارة إلى الميناء الاستراتيجي لهذه المدينة، ووجه نداء جديدا إلى المتحاربين لاحترام الهدنة التي أبرمت في السويد. الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت قال لمسؤولي الميناء إن المجتمع الدولي مصمم على إنهاء النزاع في اليمن، وهي حرب تم نسيانها لسنوات. واعتزم الجنرال كاميرت بحسب الصحيفة التي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس زيارة خطوط التماس بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة في جميع أنحاء المدينة. وبحسب الأمم المتحدة سيتوجب عليه يوم الأربعاء ترأس أول اجتماع للجنة المشتركة بين الحوثيين والشرعية لتنفيذ الهدنة، وأيضا سحب المقاتلين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. اضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب صحيفة البيان إلى البقاء في العاصمة الأمريكية واشنطن لمتابعة الخلاف حول موازنة العام المالي الجديد. كان ترامب يعتزم السفر إلى فلوريدا ليمضي أيام الأعياد مع أسرته هناك ويمارس رياضة الجولف، لكنه اضطر إلى البقاء في واشنطن بسبب رفض الكونغرس تمرير الموازنة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية الأمريكية. وكتب ترامب على تويتر عن نفسه قائلاً: أنا مسكين ووحيد تماما في البيت الأبيض، أنتظر عودة الديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق بشأن تأمين الحدود الذي هناك حاجة ماسة إليه. ترامب رفض التوقيع على قانون الموازنة ما لم يتضمن تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء الجدار العازل على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ما تسبب في إثارة هذا التصعيد السياسي. تحتفل الصين هذا الشهر بالذكرى الأربعين لانطلاق مسيرة الإصلاح والانفتاح التي أحدثت أكثر التحولات الاقتصادية أهمية في التاريخ. هكذا بدأ مؤلف كتاب مفارقة العولمة داني رودر مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد. في العقود الأربعة الأخيرة أصبحت الصين قوة اقتصادية كبيرة، ما أدى إلى إحداث تحول بالغ الأهمية في الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية العالمية. بدأت الصين بتنفيذ الإصلاحات الزراعية، حيث تم تخفيف عبء القيود التي تفرضها الدولة على هذا القطاع، وبالإضافة إلى ذلك تم منح المزارعين حوافز للسوق عن طريق نظام التسعير المزدوج، وسمح لهم نظام المسؤولية الأسرية بامتلاك الأرض التي يعملون فيها. واستجاب المزارعون لهذه الإجراءات بسرعة وقاموا برفع كفاءتهم وإنتاجيتهم. علاوة على ذلك تم توسيع نطاق الإصلاحات لتشمل حقول أخرى، وتم تعزيز حوافز الإنتاج غير الزراعي من خلال ملكية مشتركة تسمى مؤسسات البلدات والقرى. ومع انتشار الإصلاحات في المدن اكتسبت مؤسسات الدولة المزيد من الاستقلالية وأصبحت ذات طبيعة استثمارية من الدرجة الأولى. كما تم تقديم حوافز للمحافظات والجماعات المحلية لاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، وأدى نمو المناطق الاقتصادية الخاصة في التسعينيات إلى تحول الصين بشكل حاسم نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي. كان الهدف من هذه الإصلاحات هو تعزيز اقتصاد السوق والانفتاح الخارجي، وبينما نمت حصة الصين في التجارة الدولية والاستثمار الخاص وتقلصت حصة القطاع الحكومي نسبياً بشكل مضطرد، وتولت السلطات مسؤولية إدارة الاقتصاد، وتمت إعادة الهيكلة والتنويع الاقتصادي من خلال مجموعة من السياسات الصناعية، فقد أجبر المستثمرون الأجانب على الدخول في مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية وزيادة استخدام المؤهلات والقدرات المحلية. وظلت أسعار الصرف والتدفقات المالية الدولية خاضعة للمراقبة بشكل كبير. في تلك الأثناء لم تتبع قيادة الصين أي سياسة تقليدية، وعملت على تنفيذ إصلاحاتها الخاصة، ولم يكن الإصلاح يسترشد بالتعاليم الشيوعية أو بعقيدة السوق الحرة، وإنما اتبع كبار صانع السياسة مبدأً واحداً وشاملاً، وهو ما يمكن تسميته بالتجريبية البراغماتية. وكما قال دينغ ذات مرة: فإن لون القط لا يهم، سواء أكان أبيض أم أسود،
طالما أنه يصطاد الفئران. بعد أن قضوا أكثر من 197 يوما في الفضاء، عاد الرواد ليكتشفوا أن الحياة خارج الأرض سببت لهم مشاكل. ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، رواد الفضاء يواجهون مشكلات في المشي على الأرض. وقالت الصحيفة: يعاني رواد الفضاء لدى عودتهم إلى كوكب الأرض الكثير من المشاكل التي تنتج عن صعوبة التكيف مع الحياة على الأرض بعد قضاء فترة طويلة في الفضاء. ومن المشكلات عدم القدرة على المشي في خط مستقيم. فرائد الفضاء فيستل بعد حياته في الفضاء نشر مقطع فيديو يظهر تدربه على المشي من جديد كما لو أنه طفل. وأبدى فيستل صعوبة شديدة في المشي في خط مستقيم والتأقلم من جديد مع الجاذبية الأرضية، وقد تجمع حوله رفاقه للإمساك به في حال سقوطه. هل تقول الصين وداعا لهروب الطلاب من مدارسهم؟ يبدو هذا ممكنا. وفقا لعنوان صحيفة الحياة اللندنية: لباس مدرسي ذكي في الصين لمكافحة الهرب من المدرسة. وقالت الصحيفة: إن مدارس في جنوب الصين أصبحت تعتمد لباسا مدرسيا ذكيا لتعقب التلاميذ في محاولة لمعالجة مشكلة الهرب من المدرسة وزيادة الحضور. وتسمح الشرائح الذكية الموضوعة في اللباس الرسمي لهذه المدارس بتحديد مكان التلاميذ وتسجيل موعد دخولهم وخروجهم من المدرسة، على ما أفادت الشركة التي تقف وراء أجهزة التعقب هذا. وأوضح المدير ران روشيانغ الذي اعتمدت مدرسته في إقليم جايجو هذا اللباس، أوضح أنه عندما يدخل التلاميذ المدرسة يساعد هذا اللباس على التقاط صورة لهم وتصويرهم. وفي حال غادر التلاميذ المدرسة من دون إذن ينطلق إنذار مسجل، ويترافق هذا اللباس مع أجهزة للتعرف على الوجوه منصوبة عند مداخل المدرسة. كما يمكن لهذا اللباس أن يشعر بأن التلاميذ غيروا لباسهم فيما بينهم. وقال مدير المدرسة: نحن نختار ألا نتحقق من المكان المحدد للتلاميذ بعد دوام المدرسة، لكن عند اختفاء تلميذ أو تغيبه بشكل متكرر عن الدروس يساعد اللباس على تحديد مكانه. صحيفة الديلي تيليغراف نشرت صورا منوعة، اخترنا لكم بعضا منها لجولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. وماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.